نعم، سعادة الرائد، في كلام كثير عن عمليات التهريب اللي بتتم بين السودان وإثيوبيا اللي بتهدر الموارد السودانية كده. تكلم لنا عن الجانب ده بالذات، يعني مسألة التهريب دي، لأنها هي بتغلق عندنا السلع الأساسية اللي بتهم يعني قوت المواطن السوداني مسيطرين على تماما. نعم. مثل الزيت والسكر، يعني الحاجات المهمة ما قاعدين نفرط فيها ولا نسمح لأي زول يلعب في قوت المواطن. نعم، برضو المواطنين اشتكوا من تقليدية أو يعني السيستم العقيم للدولة في مسألة الإجراءات لتسهيل عملية التجارة بين السودان وإثيوبيا. يعني في مواطن تكلم قبل شوية عن إنه هو بيدفع أموال طائلة للرخص التجارية، مع إنه في أنت تعبر الحدود بهناك كل الأمور مسهلة، ليه بترهقوا المواطن كده هنا في المنطقة؟ أصلا المنطقة كانت مقفولة لها 6 شهور، ويا دوب المعابر فتحت لها حكاية بتاعت 15 يوم، لكن ان شاء الله كل حاجه بتسهل وبتصير الامور بترجع لطبيعتها. نعم، وبرضه تكلموا عن انه يعني بيهدروا زمن طويل جدا في مساله الجمارك والتفتيش في المعبر. والله طبعا هي منطقه حدوديه، احنا لسلامه مواطننا لازم نتخذ اجراءات قانونيه. يعني بالضبط كده، لسلامه المواطن نجي، لكن الاجراءات القانونيه دي ممكن تكون مبسطه شويه. ان شاء الله لقدام حنبسط المواضيع ونساهل معاهم. نعم، بما انك انت قائد المنطقه العسكريه، هنا الرساله اللي بتقولها شنو لمواطنين منطقه القلابات لتسهيل عمل القوات الامنيه؟ والله احنا اصلا جايين من اجلهم هم، لتسهيل اجراءاتهم وسبل المعيشه تكون لهم سهله، ونقيف معاهم جيش واحد شعب واحد، يعني الحمد لله اصلا ما بنقصر في واجبنا تجاههم. نعم، شكرا سعاده الرائد بدر الدين الامين محمد، قائد منطقه القلابات الحدوديه. شكرا السادة المواطنين، شكرا جزيلا، وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان. يتمنى أهل منطقة القلابات الحدودية أن يستفيدوا من ريع هذا المعبر القاري الذي يربط السودان بمنطقة الكوميسا عمومها. أهل منطقة القلابات يفتقرون لأبسط الخدمات التي يجب أن يحصل عليها المواطن من الدولة، حيث تنعدم هنا خدمات المياه وكذلك الكهرباء. لم يستفيد أهل هذه المنطقة مما يقدمه هذا المعبر أو ما يوفره من موارد مالية، ولم يحصلوا على أي من مشروعات المسؤولية المجتمعية. يتمنى أهل منطقة القلابات أن ينعموا بالأمن والسلام والرفاه.